عشيتيمو فرحان كان لك حال اختار الوان حياته ماشى وتوخر وحياته ندادو القدام كل يوم في رأسه سؤال حب يبدل الأحوال يخزر لحياته وتتبخر وساعة البل هذا شقال كمل قريته ما فد يدي للناس ما مد حب يسطر حياته حب يشوف لا حد لو وجع خدمة ما بخل في وجهه قلت تسكر قالولو باش تخدم تحت الطاولة جعل قالولو لازمك تذل قالولو هبط الراس قالولو نحبو كيف حال بحذانا ما فما بياس قالولو اجمل ديبلوم قالولو الدنيا مع الواقف قالو انتي ولد شكون من اللي هانا ولا زاعف فركس ما لقى حتى حل في مخو تكواس تشل بينو بين روحو يتحدث من فضها كان البحر هذي بلاد اللي رماتو تولاد بلاد الحجرات والاقراح في حياتو ما فادو دمعت مني ما بكاتو يا بوجه جيبك بالله ما تكسي على قليبي يا بوجه جيبك بالله ما تبكيني ميمتي الماضي نحبنا نساه ماشي نلوش بدنيتي يا زمان حلف بالله هلا فيها ميمتي عيني تتكلم ما يسلم قمر بشباب ويتألم فتعلم ما يفلم يحب يخرج من بلاد الظلم في راسو حلم اسمه كيفاه نحقق المال اشقال مريسكي مع لابالو يعدي لفرونتيير غادي وين وصل شاف بلاد جديدة ليلة يعديها في ستاسيون ليلة فوق جريدة يلقى الناس كل واحد في حاله مع لابالو بيك مع لابالو بيك جيعان ولا تعشيت عين شافت النوم وعين الاخرى ما هناتنيش عين تخمم في غدوة وعين خايفة من لابوليس في بلاد الناس نعيشة لا ورقة ولا هوية مكسب كان الباسبورة اللي فيه الجنسية مش عارف شنية الحال كيفاش توا العملية باش تاخذ ورقة الإقامة مكفوظها كان الجورية طيش صنارة ما غير طعم زعما شنية تستاهل يا بوجة جيبك بالله ما تكسي على قليبي يا بوجة جيبك بالله ما تبكيلي ميمتي الماضي نحب ننساه ماشي نلوش بدنيتي يا زمان حلفت غربة كمل حياته ولقى انسان احترماته قدره وشبابه مش كيف بنت بلاده اللي حجراته غادي فسخ الماضي غادي حياته وزهات حس روحه انسان كأنه حياه بعد ما مات حس روحه مرفوعة حقه ياخذوا بالكامل حس ناس عطاته قيمة مجتمع لا يجامل في الغربة عاش الحرية ويخدم يجيب الخبزة مش كيف بلاده بلادك تف ما ينجح كان اللوكسة كرهبته داره صغار واخذاهم متهني حكايات الغربة ما زالت في راسه تغني هزيدو للعالي يدعيلو يشكر نهارو ليل كان قعد في بلاده راهو عدى عمره ذليل يحكي حكاية بحروف كبيرة تبعد للناس تصويرة الغربة وحكاياتها مرها ماتو فطويلة من الصيف للصيف يروح يروح بحذال أميمة باش يقولها راهو مش بيدي جاتو في فم ورزينة هذي حكايات اليوم اكتبها رابر بحروفه هذا سيناريو من الواقع كل واحد كيفاه يشوفه هذي حكايات اليوم اكتبها رابر بحروفه هذا سيناريو من الواقع كل واحد كيفاه يشوفه